في مباراة الشارقة في العائلة المواطنية بغداد فرق مدينة الصدر اليوم في زيارة التفقدية والميدانية زمن أحد عوائل الأيتام. السلام عليكم. وعليكم السلام أم. شنو اللي تحتاجين حكيه؟ شنو اللي تريدينه؟ شنو رأيتك؟ شنو سكنك؟ سولفي للعالم الخير والعالم الطيب على مود يوصل صوتك إله. تفضلي. السلام عليكم. والله أنا قاعدة ببيت رجال قاعدان يعني اللي قاني برا وقعدني حمى الله والدي وهميني أشكره كلش. وعندي أربع أيتام حاليا. اي والله ثلاجة ما عندي، مبردة ماكو، تلفزيون ماكو. أنا على الله وعلى هاي الناس الخيرة. والله محتاجة مثلا ثلاجة، تلفزيون، مبردة، هن ذن لهم شيء، كل شيء ما أحتاج غيرها. بعد شنو حجيه؟ عندك اخوان يعني صحتك شلون هي؟ لا نعمه زينه. عندك اولاد يعني اولادك يعني زينين؟ لا زينين، هم كلهم صغار خمسه قاصرين. الحمد لله. مدارس قلتي لي؟ عندي اثنين مدارس، وحده سجلتها هسه وحده صف الثاني. لا قريبه راس الشارع يعني هيك. لا لا اخذهم اجيبهم هيك. تحتاجي لهم كفاله؟ اي اي راح ادلهم يعني هم جهال وما حد يكد عليهم. وراتب ماكو مثل حتى اقدر اصف على هاي الايتام. لا والله العظيم يعني يردونه هم احتياجي لان صار لي هواي قاعده بي. ماشي حجيه، شكرا لك حجيه. الله يرضى عليك امي. ان شاء الله يوصل للعالم الطيب. ان شاء الله، الله يرضى عليك. يحبون هاي سباقين ان شاء الله. ان شاء الله، الله يرضى عليهم في دول عمرك. الله يخليك امي.